بانه تمس. قلت فريق رجاء الرياضي 12 مقابله عنده 6 ديال الانتصارات، 6 انتصارات منها 4 داخل القواعد وجوج خارج القواعد. فريق رجاء الرياضي داخل القواعد ديالو فانتصر على رجاء بني ملال 2-0، انتصر على المغرب تطواني 1-0، انتصر ايضا على حسنيه اكادير 2-1، 1-0 انتصر على الوداد في اربي. بعد ذلك كان عنده انتصار خارج قواعد بمدينه طنجه امام اتحاد طنجه ب 4 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. هادو هما انتصارات ديال فريق الرجاء الرياضي، 6 ديال الانتصارات كامله حد ساعه في الدوري الاحترافي. كره ملعوبه على المستوى الخط الامامي كتضيع كتمشي مباشره للتماس، هكذا يقول الحكم. نذكر بانه اليوم هنالك لقاءين هامين عن الجوله رقم 14، واحد هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس، وبعده مباشره يعني في حدود الساعه السابعه غادي يكون صراع ديال فريق حسنيه اكادير وفريق اتحاد طنجه بالملعب الملعب الكبير لمدينه اكادير. اذا الواضح على انه غادي يكون تغيير بالفعل. تابعونا العملية الهجومية وبناء العملية الهجومية من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. مر من زمن المباراة أيها الأحبة الكرام 7 دقائق. كرة أمامية فرصة ولكن هنالك تغطية، رجعت مرة ثانية لتكون عناصر فريق الرجاء الرياضي عن طريق أنس جبرون. كورتو كتشيل تماس، تماس لرجاء، محاولة لبناء العملية الهجومية. إذا زكريا الوردي هو البديل اللي دخل منذ لحظات ما كان القادم من تطوان محمد المكعزي. نتمنى ما تكونش الإصابة مؤثرة، كرة ملعوبة رشاوية ولكن هنالك تألق الحارس حسام المكعزي اللاعب السابق لفريق المغرب الرياضي التطواني واللاعب اللي اعتبر قطعة مهمة جدا أمام أو من خلال المشاركات ديال الفريق أو المنتخب الوطني المغربي المحلي من المدرب حسي عموتة. كرة من جديد لعناصر فريق الرجاء الرياضي، تحضير على مستوى خط الدفاع، تغيير كل الجهة اليسرى، بناء العملية الهجومية كيف بإمكانها أن تقدم جديد. هنا محاولة رجعت مرة أخرى رجاوية، هرشون بناء العملية الهجومية الآن من المنطقة الدفاعية ديال فريق الرجاء الرياضي. نتمنى أن الإيقاع المقابل أنه يكون متحرك أكثر باش يعطينا فرجة أفضل. كرة مباشرة كتمشي تماس، تماس لعناصر فريق الرجاء الرياضي، بناء العملية الهجومية ومحاولة الضغط وأيضا خلق الفارق العددي على مستوى الخط الأمامي مهم جدا. إذا كرة رجوية ومحاولة اختراق الدخول داخل منطقة الجزاء. هنا رحيمي كيحاول يمر، الحكم كيقول ما كاينش ما كاينش، كتستمر محاولة آخر مطاف كتضيع، كترجع رجوية اللعب في المساحة الضيقة. كرة مرة ثانية كتصبح هذا المرة عند اللاعب داكو تشيبامبا، داكو تشيبامبا حاول ينطلق بالكرة ديالو ولكن كتضيع له، كترجع مرة أخرى عند أنس الزنيتي. حذر على مستوى بناء العملية الهجومية حتى بين الطرفين. نذكر مشاهدينا الكرام فريقان معنا نلتقي في أكثر من مرة وعلى مختلف الصعيدة، وبالنسبة لآخر مقابلة بين الطرفين فكانت عن الجولة رقم 20 لعبت ملعب البلدي بمدينة برشيد الرجاء الرياضي حين استضاف فريق أولمبيك خليفكا. الأولمبيك ضرب بقوة بثلاث أهداف مقابل هدفين، وبالتالي كان هنالك اذا انتصار مهم وقوي لفريق الاولمبيك خليفكا. بالنسبه لمباراه الذهاب الموسم الماضي فالاولمبيك ما استضاف، وكانت المباراه في الجوله الخامسه وانتهت بالتعادل هدف داخل كل مرمى. ضربة مرمى يقول الحكم مع اصرار اللاعب سفيان الرحيمي من اجل الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء. حنا نشوفوا اللقطة اللي جا من خلال السقوط ديال اللاعب سفيان الرحيمي داخل منطقة الجزاء والمطالبة بضربة الجزاء اعتبارا انه الانطلاقة ومحاولة الاختراق ومحاولة المرور. ضربة مرمى، كرة ملعوبة في الخط الأمامي،
الامكانيه ديال الاعتماد على راس حربه وحيد حامد احداد. حامد احداد ذو المشاركه بتجربه المصريه رفقه الزمالك المصري، قبلها رفقه الدفاع الحسن الجديدي، والان هو لاعب فريق الرجاء الرياضي طموحات كبيره ذو 25 سنه. كره خط الوسط، نزال الكره اخر المطاف كتمشي مباشره عند الحارس. هنا فرصه لبناء العمليه الهجوميه من جانب فريق الرجاء الرياضي. شاكر تغيير كلي لجال يسرى الى مذكور، محاوله بناء العمليه الهجوميه في اتجاه حداد ومباشره للتماس. المتابعه والبحث الحثيث من اجل مشاهده الهدف الاول في مباراه اليوم. من بامكانه ان يضع الكره في المرمى. لحد الساعه الاداء ممكن نقول بانه عادي بين الطرفين، ما كاينش تسرع ولكن كاين حذر، كاين حذر بين فريقين. من العرجون ترجع الكره مره اخرى، هذه المره للدفاع الياس حداد. الياس حداد يعني الجهه اليسرى، محاوله البناء، الاعتماد على العمليه الهجوميه. ممتاز ممتاز ممتاز، هذا المرور جميل.